السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في قناتي، معكم أخوكم عبد السلام الهادي، وهذه الحلقة هي تكملة للحلقة السابقة بولاية البويرة، جمال هذه الولاية الجزائرية الساحرة الفاتنة العظيمة يا أصدقائي. مهما تحدث في هذه الولاية لن نعطيها حقها. اليوم سأخذكم إلى بحيرات هذه الولاية الجميلة، إلى سدودها، إلى أماكن جنونية فيها، لن تصدق أنها في الجزائر، والله لن تصدق أنها في الجزائر. أصدقائي يقولون لا لا لا، مستحيل تكون الجزائر، وفعليا هذه الجزائر، وأنا بكل سعادة أقدم هذا البرنامج، وفيني يعني أمل كبير جدا وحافز أن كل العرب إن شاء الله وكل المشاهدين في هذه القناة وهذه العائلة الجميلة تتعرف على هذا الجمال الدفين الذي نحاول أن نستعرضه في جمال الوطن العربي. وخلونا نروح نعمل رياكشن على هذه المنطقة الجميلة، هذه المنطقة التي يزرع فيها التين والزيتون، هذه المنطقة التي يزرع فيها القمح، هذه المنطقة الزراعية، هذه المنطقة التي مهما تحدثت فيها أنا أعلم أن نعطيها حقها، جبلية ثلجية طبيعية، سياحة تأتي فيها من كل أرجاء الجزائر، حتى من تمرست حتى يأتوها من خارج الجزائر، ولكن ليست بكمية كبيرة جدا. إلا أن نطمع في هذا الفيديو أن يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس، وأن هذا الفيديو يعطي صورة جميلة عن الجزائر، لأن ذلك ما تستحقه الجزائر وكل الوطن العربي. وإذا عندك أي تعليق، إذا عندك أي كومنت، إذا عندك أي إضافة حطها بالتعليقات، أنا بكون سعيد جدا وأنا بقرأ كل تعليقاتكم يا أصحابي إن شاء الله. بس بعض الأوقات ما بكونش قادر أن أرد عليكم بسبب ضيق الوقت وبسبب أشغالي وضغوطي الحياتية، أتمنى أنكم تفهموا ذلك. وخلونا نروح نشوف جمال هذه المنطقة الدفينة الساحرة العظيمة. هذه الولاية البويرية الجميلة يعرف عنها زراعة القمح، وأيضا يعرف عنها زراعة البطاطا. وبالنسبة للقمح تعتبر من أكثر المناطق في الجزائر المزروعة فيها قمح وتصدر القمح، يعني فيها طاحونة من أكبر الطواحين. طبعا بالحديث عن منطقة تيكجدة اللي وريتكم فيها الفيديوهات يا أصحابي، هذه المنطقة تعتبر من ثالث أعلى قمة في الجزائر، يعني سلسلة الجبال التيكجدية، سبحان الله. طبعا واحدة من الإعجازات وأعجوبات تيكجدة يا أصحابي وولاية البويرة في الجزائر هي هذه البحيرة، تسمى بحيرة أوغولمام، اسمها أوغولمام، أوغولمام يس. هذه البحيرة الجميلة الفاتنة الساحرة التي لن تراها إلا في الأفلام، يعني أنت كعربي وكمشاهد والله ستندهل من هذا المشهد، لأنني أنا عن نفسي كل مرة أشاهد هذا المشهد أسرح وأذهب إلى عالم آخر، عالم تماماً يا أخواني، مختلف عن هذا الذي في مخيلتي يا أصحابي. هذا المزيج الطبيعي الجمالي الإلهي جميل جميل، و انظروا يا أصحابي واحكموا. هذه واحدة يا أصحابي من الأعجوبات، واحدة من أجمل الأماكن التي ممكن أنك تشوفها في حياتك. كمية جمال سبحان من خلق وصور. طبعا بمجملها تيكجدة ولاية من أجمل الولايات في الجزائر، في الجمال والموروث البيئي الذي فيها مش طبيعي. شوفوا على سلسلة جبال، شوفوا كيف الصخور مع الثلوج مع المياه مع هذا التنوع الجمالي الرباني. والله يا أصحابي أنا نفسي أسكت وأشوف معاكم بس مش قادر، سامحوني. الجمال هذا يعني يخطف الواحد بشكل مش عادي، والله مش عادي يا أصحابي، سبحان من خلق وصور فعلا. طبعا عندما يأتي الشتاء يا أصحابي ما الذي يحدث؟ تتحول بحيرة أوغولمام في تيكجدة إلى زحليقة كبيرة، إلى مكان للتزحلق والجمال والاستمتاع بالثلوج، لأن تلك المياه التي رأيتموها في الفيديو السابق ستصبح ثلجية، ستتثلج، ستتجمد، مما تعطي الناس الفرصة للاستمتاع بهذا الجمال وتقديسه واللعب به يا أصحابي. انظروا يا أصحابي على كمية جمال. أنا عن نفسي ولعشاق الثلج يا أصحابي لا يفهمون هذا النوع من الجمال إلا من يحبون الثلج يا أصحابي. أنا وأنتم في هذه الرحلة في تيكجدة ربما استكشفنا هذا الجمال بعين أو بعين أخرى بقلب، ولكن هناك تبقى تلك اللحظة التي تسمى التجربة الشخصية. إن شاء الله أن تأتي لنا الفرصة وأن تأتي لي وأن تأتي لكم جميعا أعزائي المشاهدين ونستطيع الذهاب إلى هذا الجمال الجميل، لربما لا أجد ما أصفها به أكثر من ذلك. طبعا في هذا الفيديو يا أصحابي ننتقل إلى نوع آخر من الأكتيفيتيز الذي بيفعلوها الناس داخل البويرة،
هذا نوع من الأكتيفيتيز عندما لا يكون الشتاء شتاء، عندما يذهب ويولي فصل الشتاء تعود الحياة إلى أدراجها بمفهوم آخر ونظرة أخرى. هذه النظرة تتجسد بالطيران، بالتحليق بعيدا ومعانقة السماء بدلا من معانقة الثلج، لأن معانقة الثلج أخذت شهورا حتى شبع وسئم الناس من الثلج، فأرادوا أن يلتمسوا قيلا من الهواء ويقتربوا من السماء. وهذا ما يحدث أصحابي، هذا ما يحدث أصحابي، ونحن نشارك هؤلاء الأصدقاء في هذه التجربة الجميلة. طبعا اللينكس لكل الفيديوهات اللي أنا استخدمتها في الفيديو بحطها لكم داون في الديسكريبشن سيكشن عشان تشوفوا فيديوهاتهم أكثر وتتعرفوا وتستفيدوا أكثر. قد تجدوا عندهم مواد ومحتويات أخرى جميلة جدا ممكن أنكم تستكشفوها وتتعرفوا عليها. طبعا في هذا الفيديو يا أصدقائي نحن نشارك بعض الأصدقاء رحلة الجميل التي ذهبوا فيه إلى بحيرة أوغول ميم واستمتعوا بهذه المناظر. لكننا قد رأينا في أوغول ميم أن البحيرة كانت مائية، وهنا أيضا سنراها مائية، ربما هو الشتاء في نهايته أو في بدايته، إلا أن البحيرة لم تتجمد كليا، وأجمل وقت لزيارة أوغول ميم قد تكون في هذا الوقت الذي قام أصدقاؤنا بزيارته، لأن كل شيء يأخذ حق الجمال الخضرة، الثلوج، البحيرة، المياه، الطبيعة، وأيضا الجو، ليس بتلك البرودة. يعني It's so amazing لأنه the best time يا guys. والله يا أصحابي لكم تشوفوا كأنها سويسرا، أقسم بالله ما هيش مجاملة. شوف هذه المناظر أنا لم أراها إلا في سويسرا. ربما عندما نستكمل جمال الوطن العربي سوف نذهب إلى أوروبا وبعض الدول العالمية، ولكن أنا أقول لكم أن هذا الجمال لم أرى مثله إلا في أوروبا حقيقة. انتقال الثلوج مع الجبال مع الخضرة، ما هذا؟ وأذكركم تيكيجدا أوغول ميم الجزائر البويرة، هذا الجمال يوجد في الجزائر يا أصحابي. جميلة 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 وحسنة، لا أظنني سأمل يوما من الحديث عن هذه البكر الجزائر، لا أظنني سأمل يوما الحديث عن هذا الجمال. انظروا إلى هذا الباك جراوند، انظروا إلى هذه البيكتشر، هذه البيوتي، يا الله كم جميلة. أم أنا يعني أنا مش عارف إيش اللي بيصير، بس في شيء لم يأخذ حقه في الميديا، في الإعلام، في حب الناس. هذه الجزائر لم تأخذ حقها في حب الناس. أنا أشكر هؤلاء الأخوة الجزائريين اللي صوروا هذه الفيديوهات حتى نكحل عيوننا يعني، ونعمل محتوى بسيط ممكن يوري الناس على الجمال هذا، ونستكشف الجمال، جميعنا نستكشف الجمال يا أصحابي. طبعا تيكيجدا كشهادة شخصية مني أنا أقول لكم يا أصدقائي، أنا كذا أقول، عبد السلام الهادي قال في قناته أنه لم يرى أجمل من تيكيجدا. أنا عن نفسي والله هذا الجمال الثلجي ولم أرى أجمل من المناطق الجميلة التي هي كالبليدة وتيكيجدا في على مستوى العالم حتى الصيف، يعني المناطق الجزائرية هذه يا أصحابي أنا لم أرى أجمل منها، والله لم أرى أجمل منها في الوطن العربي إلى حد الآن، أو أنه ربما هناك جمال لم نستكشفه بعض المناطق، ولكنني أقول لكم يا إخواني الجزائر درة جميلة، لا يجب أن نهمل هذه الطبيعة، لا يجب أن لا نكحل عيوننا بزيارتها، يجب أن نعانق هذا الجمال الطبيعي الرباني يا أصحابي، أقسم بالله. بدلا من الحديث عن أوروبا وأوروبا وأوروبا، انظروا ما الذي نمتلكه، انظروا ما الذي تمتلكونه يا جزائري، إنها منطقة جميلة جميلة جميلة. وشكرا لهذا الصديق أنه شاركنا الرحلة هذه الجميلة. طبعا في هذا الفيديو أحد الأصدقاء يتحدى نفسه للوصول إلى الثالث على قمة في الجزائر، والتي هي لالة خديجة في الجزائر. هذه هي الآن، هو ربما يصل إلى أعلى قمة في الجزائر، وانظروا إلى كيف الأرض تحت، يعني كمية جمال وعظمة وقداسة لم ترى مثلها في حياتك. طبعا عشان تتأكد أن الجزائر مستفردة بجمالها، مستفردة بأصالتها، بدلالها، بروعة مدنها، خذ بعض من هذه المناطق الفيديوهات التي بالذات بتكون ثلجية وما إلى ذلك بالكثافة تلك، وخلي واحد من أصحابك ورجيه يعني نشوف أنت تتوقع ممكن تكون هذه البلد. أكيد بيقول لك جورجيا، سويسرا، جيرماني، بياخذك لندن، بياخذك أي مكان. لا يمكن ولو لحظة أن يتجنب، يقول لك في الجزائر في منطقة غير، ولا يعلم ببساطة أنه لا يعلم، وأنت لن تستطيع أن تلومه، كيف تلوم واحد لا يعلم؟ فهنا الكارثة. أتمنى أن تكون هذه الفيديوهات يا أصحابي تكون تعرفنا بعضنا البعض، وأن نكحل عيننا بهذا الجمال. الآن نحن نشاهد لالة خديجة،
تيكيش دام. طبعا هنا يا أصحاب نروح إلى لون آخر، إلى مكان آخر، إلى نظرة أخرى في ولاية البويرة. هذه الولاية يا أصدقائي كما هي ثلجية، كما يوجد فيها تيكجدة، كما يوجد فيها مناطق جميلة، يوجد فيها زهور وورود، يوجد فيها ما يسلب العقل والله. انظروا إلى هذه الأماكن الجميلة، هذه الفاتنة أشجارها جميلة جدا، موجودة بكثرة بكثافة. يأتي الشتاء يلونها باللون الأبيض، يأتي الربيع يلونها باللون الأحمر والأصفر. هذه هي البويرة يا أصحابي، وهذه هي الجزائر. أتمنى أنكم رأيتموها بالصورة اللائقة وبالصورة الجميلة لابد ويجب أن ترى بها يا أصحابي. الآن دخلنا في الأرياف قليلا. هذه الأرياف إذا أردت أن تنزل في أرياف البويرة ستجد هذا الجمال أمامك، الخضرة، هذه الورود، هذه البسمة والنفحات الربانية الإلهية يا أصحابي. أنا لا أجد ما أقول، قد تخونني الكلمات، ولكن إحساسي وقلبي وشعوري بمشاهدة هذا الجمال قد لا يخونني يا أصحابي. إنما أريد في هذا الفيديو أن أوصل الجمال وأني أخذ أهل الجمال ما يستحقونه من هذا الجمال نفسه. وفي محطتنا الأخيرة يا أصحابي أقف بكم عند أسردون، هذا السد الجميل الموجود برضو في ولاية البويرة. هذا واحد من الأسدود الجميلة والكبيرة والتي يأتي إليها الناس. انظروا حتى نقدم الفيديو شوية بتشوف حتى أنه جمال السد، شوف من هنا كيف المنظر، الفيوز، شيء يسحر القلب والله يا أصحابي. وكل هذا موجود في تيكجدة، موجود في البويرة، موجود في الجزائر يا أصحابي. هنا البوينت يا أصحابي، سأقول لكم الحقيقة، لقد أسرت قلبي هذه الجميلة الفاتنة، أسرت قلبي، أريد أن أتغزل فيها أكثر، أن أشبع بحبها أكثر، أن أتلذذ وأنا أتغزل فيها أكثر يا أصحابي. هذه هي ولاية البويرة، وهذه هي تيكجدة، وهذه هي سد أسردون يا أصحابي. أتمنى فعلا أنكم فعليا انبسطتم بهذا الفيديو وشاهدتم هذا الجمال الجزائري الذي صدمني، وأنا متأكد جدا أنه صدمكم. طبعا يا أصدقائي في نهاية الفيديو أتمنى أنكم انبسطتم بالفيديو، أتمنى أنكم تعرفتم على تيكجدة، تعرفتم على سلسلة الجبال الجميلة في تيكجدة، تعرفتم على الجزائر، على ولاية البويرة، وشفتم كيف ولاية البويرة واحدة من أجمل الولايات في الجزائر، لا بالعكس، واحدة من أجمل المدن في الوطن العربي والولايات، طبيعتها النادرة الساحرة المميزة so special كما تشاهدون الآن في هذا الفيديو يا أصحابي، على كمية جمال في الطبيعة، على تداخل الحياة العامة، على تداخل الحياة الحديثة الجمال الطبيعي، على تداخل هذا الجمال وبالإضافات الجميلة التي يقدمها أصحابنا أصحاب الفيديوهات هذه. شكرا لهم على وضع هذه الفيديوهات في اليوتيوب، حتى من خلالهم نستطيع أن نستكشف هذا الجمال، وأتمنى من خلالنا نحن أن تتعرفوا على هذا الجمال يا أصحابي. أتمنى فعليا يا أصحابي أن هذا الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى يا أصحابي الآن قد يكون عرفتم على ولاية البويرة وتيكجدة وهذا الجمال الجميل الذي استعرضناه اليوم لكم يا أصحابي، إلى أن نراكم في مدينة أخرى واكتشاف مدينة عربية أخرى. اليوم توقفنا في تيكجدة وتعرفنا على هذا الجمال في تيكجدة في البويرة، وسنراكم إن شاء الله في الفيديو القادم في دولة عربية أخرى وجمال عربي آخر نستكشفه سوية أنا وأنتم يا أصحابي. السلام علينا وعليكم.